الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أدعبل شاهدت الحسين مجدلا، وكانت دموع العين ماء فراغاتي. المعروف أفاطم لو خلت الحسين، مو أدعبل، أفاطم. هنا أنا لا، هنا أنا الزهراء تجاوب دعبل وتكلم دعبل، مو دعبل يكلم الزهراء أفاطم لو خلت الحسين. الزهراء تجاوب. أدعبل شاهدت الحسين مجدلا، وكانت دموع العين ماء فراغاتي. أتيت إليه رغم كسر بأضلعي، أدعبل شاهدت الحسين مجدلا، وكانت دموع العين ماء فراغاتي. أتيت إليه رغم كسر بأضلعي، أجر ذيول الحزن بالعثرات. أويت بلطم الرأس للخد عنده، إذا للطمت الخد فاطم عنده. قل لا، أنا ما لطمت الخد، لطمت الرأس على الحسين عليه السلام. التفتوا كلش، التفتوا للأبيات شاعر علي عسيلي الله يحفظه. أدعبل شاهدت الحسين مجدلا، وكانت دموع العين ماء فراغاتي. أتيت إليه رغم كسر بأضلعي، أجر ذيول الحزن بالعثراغاتي. هويت بلطم الرأس للخد عنده، ولطخت من قان الدماء وجناتي. الله أكبر. ولطخت من قان الدماء وجناتي، تريبا سليبا عاريا عافرا على رمال كحر الجمر متقداتي. تشلقيت الحسين من اجيت، تريبا سليبا عافرا عاريا على رمال كحر الجمر متقداتي. فلله فرد يستضيف بصدره مئات من النشاب تلو مئاتي. حسين هذا. أدعبل شاهدت الحسين مجدلا، وكانت دموع العين ماء فراتي. أويت بلطم الرأس للخد عنده، ولطخت من قان الدماء وجناتي. تريبا سليبا عاريا عافرا على رمال كحر الجمر متقداتي. فلله فرد الحسين يستضيف بصدره مئات من النشاب تلو مئاتي. سويت يا زهراء، جمعت له الأعضاء من بعد رفضها، ليدفنها السجاد ذو الثفنات. جمعت له الأعضاء من بعد رفضها، ليدفنها السجاد ذو الثفنات. بعد أدعبل قم، هو يقولها أفاطم قومي، أدعبل قم وادع المحبين للبكاء، فمن بعد أبنائي سروا ببنات.
أدع بلقم وادع المحبين للبكاء، فمن بعد أبنائي سروا ببناتي. شلون سروا بيهن؟ يتامى أياما صارخات حواسرا، أسارى بقيد الشمر ذل في الفلوات. يتامى أياما صارخات حواسرا، أسارى بقيد الشمر في الفلوات. بعد عليهن عليهن أرخى الرأس نورا ومنعة، فكن عن الأنظار محتجبات. رأس الحسين. عليهن أرخى الرأس نورا ومنعة، فكن عن الأنظار محتجبات، فكن عن الأنظار محتجبات. يا بأنا وين وين الدواوي، أنا مخدرة عباس وحسين، ضربوني من ابكي وتدمع العين. أرد أبدي بالمحاضرة بس هذا بيت تذكرته حلو، أرد أقرأ لكم إياه. مو غريب السافر وعاف الوطن، اسمع هالبيت هذا. يابا مو غريب، مو غريب السافر وعاف الوطن، الغريب البقى ثلاثة بلا جفن. مو غريب السافر وعاف الوطن، الغريب البقى ثلاثة بلا جفن. ما تجهز ما تغسل من دفن، من دفن، وبعد شكلا فصل راسه من البدن. والله بعد شكلا فصل راسه من البدن، والخيول الضابحة عليه الكدن، والأشد منها المصايب والمحن، ويا شتال خواتت يسرا. والأشد منها المصايب والمحن، ويا شتال خواتت يسرا. بلا وليهن يحدي حدايل ضعن، ينتخن ويصيحن وينعن لجن، بالسياطي سكتوهن لو بجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة كثير من الزوار ما كانوا موجودين بمجلس البارحة، وأنا مشكلة مجالس طريقة الأبحاث المتسلسلة، فالزوار لما يتغيرون فهذه مشكلة هاي. ولكن أنا عادة أذكر بما فات في الماضي حتى من أكمل يصير الكلام واضح. البارحة حكي قلت، قلت أكو عنوان القرآن اهتم به كثيرا، وهو عنوان القدوة والقدوات، وقلت بأن القدوة بمعنى الأسوة، وقلت أن الإنسان مفطور على موازنة نفسه بغيره، ولهذا الإنسان يتأثر بغيره. هذا التأثر مرة يكون في مجال الإيجابي ومرة يكون في مجال السلبي. القرآن شخص التأثر بالمجال الإيجابي والتأثر بالمجال السلبي؟ الجواب نعم. تقول لي على شنو انت جبت هاي المحاضرة؟ جبتها لأجل السيدة زينب اللي هاي لياليها باوع لي، باعتبار السيدة زينب قدوة من
قدواتي الحسنة. بس هذا ما أقدر أبينه إذا ما أقدم هالمقدمات هذه، حتى لما أوصل سيدة زينب الكلام يكون له طعم. أبقى وياي أرجوك، هي هالساعة خل نستفيد منها أنا وياك من القرآن وأهل البيت، والله يرجعكم إلى بيوتكم سالمين غانمين إن شاء الله، يشفي مرضاكم، يقضي حوائجكم، يرزقنا وإياكم حسن العاقبة إن شاء الله، والبقاء على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، هاي أمر أول سريع. الأمر الثاني اللي بينت البارحة، قلت القرآن بيّن القدوات الإيجابية والقرآن بيّن القدوات السلبية. طبعاً هو الجانب السلبي ما المفروض يكون قدوة، الجانب السلبي ما المفروض يكون شنو؟ قدوة، ولكن بعض الناس يتأثرون بهذا الجانب السلبي. واضح الكلام يا ولا؟ القرآن بيّن التأثر بهذا المجال وبذاك المجال، وكل مجال بيّن مصادقه. القرآن الكريم البارحة بيّنت مصادق الجانب الإيجابي بالقرآن ومصادق الجانب السلبي بالقرآن. الجانب الإيجابي مصادقه يعني القدوات الحسنة، وتكلمت بيها بمقدار ما. الآن بس تذكير الأنبياء واحد وبيّنت شلون، الأوصياء اثنين وبيّنت شلون، الصالحون ثلاثة وبيّنت شلون، الآباء الصالحون على وجه الخصوص أو بوجه خاص وبيّنت شلون، الصحبة الحسنة من مصادق القدوة الحسنة وبيّنت شلون، وهلم جرى العلماء قدوات صالحة وبيّنت شلون. هاي على مستوى القدوات الإيجابية اللي بيّنها القرآن الكريم، والبارحة كل مصداق من هاي المصادق جبت آياتها من القرآن. أما السلبية، قدوات السلبية البارحة هم بيّنت مصادقها من القرآن الكريم. الشيطان وحزبه وجماعته إلى هذا قدوة سيئة، يأمر بالفحشاء بالمنكر بالسوء إلى آخر ذلك، وبيّنت شلون. الصاحب السيء قدوة سيئة، وجبت آيته من القرآن الكريم. الأب غير الصالح شلون، وجبت آيته من القرآن الكريم. وهل رؤساء القوم وكبار القوم إن لم يكونوا على الموازين، وجبت مثال شلون. هذا كله بينت البارح وانتهيت منه. أكمل الآن؟ صار واضح البحث وما صار واضح؟ صار. على المستوى الإيجابي الآن نبدأ جديد، نبدأ حاجة جديد. على المستوى الإيجابي وعلى المستوى السلبي هاي المصادق القرآن ذكر نماذج إلها، وكل نموذج من هاي النماذج نقدر نستفيد منه دروس كثيرة وعظات وعبر بحياتنا. حتى لا تتصور أني هذا الكلام قاعد أجيبه بدون ثمرة عملية، لا، فيه ثمرة عملية. فيه شنو؟ ثمرة عملية. باوعني أجيب لك نماذج من القدوات الحسنة وبعض الدروس اللي نستفيدها منها. بعض الدروس سجل يمك إبراهيم الخليل. أنا أريد هذا الكلام يوصلني للسيدة زينب، بس كون أخلي له مقدمات حتى الكلام يصير مرتب. السيدة زينب قدوة من القدوات الحسنة، بس مو رأساً أبدي بالسيدة زينب، كون أبين هاي الثقافة القرآنية بشكل عام هي توصلني للسيدة زينب. واضح الكلام؟ إبراهيم الخليل ذكره الله تعالى كقدوة من القدوات الحسنة إلي وإلك وللي يجون بعدنا ولتشانا وقبلنا. الله ذكر إبراهيم قدوة. أنا بس أريد أعرف هذا الكلام اللي قاعد أقوله وهذا التعب اللي قاعد نتعبه وهل الجهد اللي قاعد نبذله أنا وإنتو، هذا حتى نسمع ونمشي لو يرتب أثر على حياتنا؟ ما معقولة يعني، يعني هالتعب وهالجهود وهال خو ما معقولة نسمع ونطلع. أيها الإخوة، المفروض هذا يرتب يسوي تغيير، المفروض يسوي تغيير. هذا الحكي من نقوله المفروض يسوي تغيير. القرآن ذكر إبراهيم يوم ما ذكر إبراهيم؟ ذكر الله. بشنو ذكر؟ على سبيل المثال، مو الحصر، المثال. رب العالمين قال إبراهيم أمة واحدة، أمة قانت. إبراهيم أمة يعني شنو؟ إبراهيم أمة يعني إبراهيم مع أنه نفر واحد كان في أمة كفر وشرك، ولكن هذا حبط عزيمته وخلاه ما يشتغل
يو إبراهيم كان قوي وأدى واجبه تجاه دينه وضميره وإنسانيته ووجدانه. إبراهيم القرآن الكريم يقول هو صح شخص واحد، بس الشغل سواه شغل مجموع أمة، يعني لو يجتمعون 2000 يلا يقدرون يسوون الشغل سواه إبراهيم وحده، لو ما يقدرون إبراهيم وحده كان يمثل أمة بالسواه. هسه أنا القرآن لما يذكر هذا المعنى يذكره للتسلية، يريد يقول اقتدوا به. تقول لي عصمت إبراهيم؟ لا مو بظهر عصمت إبراهيم، بس بالمقدار الممكن يكون يصير مثل إبراهيم. تقول لي شلون يعني بالمقدار الممكن؟ أجيب مثال. شيخنا أنا شاب، يقول لي شاب يقول لي هيك شاب، يقول أنا ببيئة هسه بشغله بعمله بدراسته ما أدريني بدائرته ما أعرف، يقول أنا المجموعة الدائر ما دائري مثلا كلها أو أكثرها أو بعضها، حتى نكون دقيقين بالحكي على المنبر، ذولا مثلا يأخذون غيبة، لو ذولا مثلا يتكلمون بكلامنا مربوط آخر، يو يكذبون، يو يأخذون رشوة، يو ينظرون لأعراض الناس، يو ما أعرف هاي المخدرات وغيرها، يو 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 أنا شنو أقدر أسوي؟ لا أنت تقدر كل شيء تسوي، أنت تقدر مو فقط تحافظ على نفسك، وإنما تحاول، وإنما تقدر هم شنو؟ تأثر عليهم بالأحسن. هذا فالدرس نستفيده من دروس إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم كان يعيش البيئة كلها كفر، ما قال أنا شنو أقدر أسوي؟ لا كل شيء هم سوى، كل شيء هم سوى، ووحده كل شيء سوى، ووصل به الحال أن حتى أصنامهم يكسرها إبراهيم، حتى أصنامهم قالوا لنا انطرده قالوا مطلع، انحرقه قال ما يخالف. أقول هذا القرآن ذكره على شنو؟ نتسلى به نضيع وقت؟ ها؟ القرآن يقول يابا إبراهيم تعلموا منه، كل واحد منكم يكون يصير عنده عزم وإرادة وهمة عالية بحيث الصح يسويه ويحاول هم يأثر على بيئته، إذا كانت مو زينة ما يقدر الإمكان يأثر عليها يسويها زينة. هذا ضروري، هاي مثلا فالدرس من الدروس اللي نستفيدها من أمة إبراهيم إذا جاز التعبير، يعني إبراهيم الأمة. بالنتيجة هاي ثمرة عملية تنفعنا الآن في حياتنا، لو ما تنفعنا ما أدري أسأل أنا، وتنفعنا في حياتنا. الإنسان بدائرته، الإنسان ببيته، الإنسان بمدرسته، بجامعته، بشارعه، بدكانه، بسوقه، بصنفه اللي يشتغل بيه، بصنفه اللي يشتغل بيه. أنا سمارد أجيب صنف معين حتى أسيء لأصحاب صنف من الأصناف، أتكلم بشكل عام حتى ما حد يتأذى، لأن إذا أجيب الصنف يقول ليش ركزت على هذا وأكو غيره مطلابة، هي أحسن شيء ما نجيب عنوان أي صنف من الأصناف حتى ما نؤذي أحد. أي صنف من الأصناف، أنت مو فقط ما تتأثر بالجانب السلبي بيهم، وإنما كون تأثر بيهم بالجانب الإيجابي. إذا إبراهيم قدوتك، إذا إبراهيم قدوتك إخواني، أطرح مثل قرآني ثاني هسه، وإن كان أنا قلت إبراهيم بس ما يخالف، خلينا ننتقل شوية لموسى وأرجع لإبراهيم، ما يخالف يو تعبتوا مني. أرد أقولكم هذا حكي واقع، هذا حكي مو نسمعه ونطلع، هذا المفروض نرتب عليه أثر، أنا أرتب وأنت ترتب، عيوني أنت حبيبي أنت. إحنا من قاعد نسمع الأخبار ونشوف القاعد يصير هالقتل وهالما أدري شنو، حكي خوف يعني. مجتمع وين ماشي يعني؟ وين ماشي؟ وين ماشي المجتمع؟ أختلف وياك أبسط الأمور، أسحب سلاح، شو الحكي هذا؟ شنو هذا الحكي؟ شنو هذا؟ شو التخلف هذا؟ شنو هذا الرجوع للوراء هذا؟ شنو هالهوان هذا؟ وين راح نوصل إذا بقينا بهذا الحال إحنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موسى عليه السلام عاش ببيئة فاسدة يوم ما عاش ببيئة فاسدة، أنتوا جاوبوني أرجوك. ها؟ بيئة فاسدة لو أم الفساد، ها؟ والله أم الفساد. موسى وين عاش؟ بقصر منه؟ أنا ربكم الأعلى. موسى عاش بقصر ما علمت لكم من إله غيري. موسى عاش ببيئة
شلون القرآن يقول يذبحوا أبناءهم ويستحي نساءهم. ذباح يستعبد النساء. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله، أليس لي ملك مصر؟ حتى الأنهر يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى الأنهر يقول مات، مصر كلها ملكي، مو ملككم، أنتم منو؟ ولهذا القرآن الكريم يعبر استخف قومه فأطاعه. حتى النهران تمشي يقول ذني ملكي، ذني فضلي عليكم، هذا النهر يقول ملكي. طاغوتك. موسى عاش بهج بيئة أثرت عليه يو هو أثر بيها. شنو الدليل هو أثر بيها؟ شنو الدليل هو أثر بيها؟ آسيا موسى قدر يأثر على زوجة فرعون يسويها موحدة. زوجة فرعون جابها للتوحيد. بس زوجة فرعون مؤمن آل فرعون، يعني هو من الأسرة الحاكمة كما يعبرون اليوم، من الأسرة المالكة، من الأسرة الحاكمة، جاب للتوحيد موسى، أثر به موسى. موسى بقصر فرعون هو أثر عليهم مو هم أثروا عليه. إيش معنى هذا المتحدث على المنبر من أكون ببيئة بيها مشكلة كون أنا أتأثر بهم؟ ليش مو أنا أثر بهم؟ ليش أتأثر؟ أقول يا أحبة، هاي الأرقام القرآن ذكرها مو للتسلية، للعظة والعبرة. ش وقت نتعظ ونعتبر ونطبقها على أرض الواقع ونفعل، يعني وننطلق من السماع إلى الاتباع، يستمعون القول فيتبعون، سمعنا وأطعنا، ما نصير مثل بني إسرائيل سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا ما مقبولة، سمعنا وأطعنا مقبولة. مو بس سمعنا، كون وراها أطعنا. مو بس يستمعون، وراها يتبعون. يقول الشيخ انت ليش عصبي على المنبر؟ شو غير حرقان دم؟ مو هالقد نحكي وهاي المشاكل تالي نشوفها، شو وين حكينا قاعد يروح؟ اخوان نحتاج تغيير. احنا يم الحسين، وين اكو مكان قريب من الله مثل هذا؟ هاي قبة الحسين، الدعاء تحتها يخترق الحجب السبعة، والسجود على تربة صاحبها يخترق الحجب السبعة نزولا وصعودا. يعني اختراق للحجب مثل ما يعبرون قوسي النزول والصعود. بعد إذا الإنسان هنا ما يصمم على التغيير نحو الأحسن، ما تقول لي وين يصمم بعد؟ وين يصمم بعد؟ وين يغير نفسه بعد؟ الشهر شهر رجب وهو شهر الاستغفار والتوبة، ويريد يهيئك الشهر رمضان، شعبان ورمضان، زين، والمكان حرم الحسين والمناسبات عظيمة. إذا هذا كله ما يغير بعد، شنو يغير هالإنسان هذا؟ شلون بينا؟ والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. الصادق يقول، يقسم الصادق يقول، والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. ذولا شيعتنا. أبو الأمانة شيعي الصادق الموالي المحب الباكي على الحسين، اللي يحسن الناس، اللي يأمن المسلمون من شر يده ولسانه ورجله، و يأمنون من شره ويتأملون خيره. هذا ينتصوره حلوة عن الإمام الصادق رحم الله جعفر بن محمد، لقد أدب شيعته. غير هذا أقول أمامك موسى مو تأثر، أثر موسى، أثر. السيدة مريم لما سووا لها معبد، حجرة بالمعبد اليهودي،
الحواليها كانوا زينين يوم منحرفين. اليهود الحواليها شنو كانوا؟ ما أعرفين. أثروا على مريم لو هي أثرت عليهم. ها؟ مريم حج علي وعليك. يقول لك ليش مريم قدرت وانت ما قدرت؟ ايش معنى؟ ليش يعني عود ليش؟ أنا قارئ بالروايات الشريفة يجيبون شاب جميل يوم القيامة يقول لك ليش انحرفت؟ يقول يا إلهي أنا جميل وبعد هاي يعني كذا وهاي الشيطان إحنا في مكان طاهر كل العبائر أنا العبارات كلش يعني أدقق بيها بهيك أماكن أخاف منها يعني إحنا في محضر مقدس وفي حرم الحسين يقول لي يعني بعد هاي الشيطان وكذا يعني الله يقولهم جيبوا يوسف جيبوا يقول له أنت أجمل يا يوسف يقول له يوسف أجمل يقول له ليش يوسف منحرف ليش تنحرفت يوسف منحرف يوسف تهيأت له كل أسباب الانحراف قال معاذ الله استجار بي وخلص عود أنت ليش ما تستجير بي وتخلص إيش معنى يعني حجتك ما مقبولة خذوه إلى النار إيش بالرواية يجيبون امرأة انت ليش هاي شو بطل صحيفة أعمالي شنو هاي هاي ليش اتشي تقول لا إلهي اتخلقتني جميلة وأنا بعد شباب يقول فينادي المنادي أين مريم تجي يقول أنت أجمل يوم مريم تقول مريم يقول مريم ليش ما هاتش سوت مثلك ايش معنى يعني بس انتي يعني مريم ليش قاومت وحفظت نفسها وكانت هي أقوى من الشيطان بل أرغمت أنف الشيطان بالتراب وليش أنت صرت عبد للشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوا أمتنا قالوا لا تعبدوا لا تطيعوا الشيطان تقول له والله إلهي بعد ما أدري يقول له حشتك ما مقبولة خذوها إلى النار هاي الحجة ما مقبولة مو ناهضة أقول عيوني أنتوا أحبابي أنتوا تاج راسي أنتوا زوار الحسين تراب أقدامكم أقبله رب العالمين من ذكرنا هاي الأرقام ذكرها حتى نتعلم منها نستفيد منها ترتب أثر على واقعنا أنفسنا هسه بالله عليك إذا أرد أجيب كل شؤون إبراهيم اللي ذكرها القرآن الكريم وإحنا كون نقتدي بيها نحتاج كم محاضرة يعني أنت بس أمة إبراهيم القانت إيش قد بيها حكي إذا نجيب كل شؤون إبراهيم إيش قد نحتاج حكي أضرب لك مثال تعبتوا مني تعبتوا أكمل تسليم إبراهيم لله الله يقول لنا وسلموا تسليما وسلموا تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة لإمامنا الهادي مسلم لأمركم متبع لكم مسلم الله يقول وسلموا تسليما زين إبراهيم رب العالمين قال له إبراهيم قال نعم يا رب قال له أخذ زوجتك أخذ أطفال ابنك إسماعيل روح خليهم وين بمكة قال له إيه يا رب قال له اتركهم وارجع لفلسطين طبعا مكة بذاك الوقت أكو بيها ناس ساكنة لا أكو بيها ماي لا أكو بيها شجر لا حجارة خالية حجارات بس حجارات جبال وعرة لا بشر ولا ماي ولا شجر قال له خلي زوجتك وابنك وروح توكل على الله وارجع هذا شلون امتحان حكي على المنبر سهل بس بالواقع صعب جاب زوجته وجاب طبعا زوجته هاجر وجاب اسماعيل ابنه اللي هو جد نبينا وجد اهل البيت اسماعيل جابهم خلاهم بمكه عافهم وراح هاجر قالت لابراهيم واغلى بعدها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هم ذولا ذرية إسماعيل ذولا الحسين من ذرية إسماعيل فاجعل
أفئدة من الناس أفئدتكم أنتوا دعوة إبراهيم أنتوا تهوي إليهم عافهم ومشى. هاجر وليتها قام يبكي عطش ماكو ماي مرة بحدهم بين الجبال وطفل جن عليها الليل وين تروح هي وطفلها وين تروح الطفل عطش يريد ماي ما عندها ماي يريد أكل هي تريد أكل ماكو شنو السوى هذا سعت بين جبلين شاطت بتعبير العراقيين شاطت أم قام تركض تروح منا تجي منا هاي صارت من مراسم الحج سعي بين الصفا وهذا ركض هاجر سعي هاجر هرولة هاجر هذا تسليم إبراهيم لله كل واحد منا كل واحد من عدنا يكون يصير عنده تسليم لله ولرسوله ولأئمة آل البيت عليهم السلام أكو عدنا شي تسليم هنا يعني صاحب الزمان من يقول لنا اتقوا الله احنا عدنا شي تسليم صاحب الزمان عليه السلام وسلموا تسليما رب العزة يقول وسلموا تسليما إبراهيم نعم يا رب قال له اذبح ابنك اذبحه وتله للجبين جابه قال له اذبحه وفديناه هذا شنو من تسليم القرآن يعبر عن ابتلاء واختبار وامتحان وافتتان ذبح إسماعيل من قبل إبراهيم مع أن الله فداه القرآن الكريم عبر إن هذا لهو البلاء المبين هذا البلاء البليناك بي يا إبراهيم بلاء مبين بس أنت نجحت خلاه على المذبح وخلى السكين على حنجرته قال له وفديناه نجحت أما سيد الشهداء امتحانه انذبحه وولاده فإذا كان ابتلاء إبراهيم بلاء مبين القرآن يعبر عنه بسورة الصافات بلاء اللي انذبحه وأولاده كلهم لله شي يكون إبراهيم ما انذبح ابنه أما الحسين كل ولاده انذبحه لله آخر واحد هنا الحسين واقف وين واقف احنا بعد هذا المكان كله ألم هذا المكان كله صيحات وبكاء وألم هو هذا هنا المصرع بعد الحسين هنا واقف ورضيع على صدره هنا وذبحوه على صدره هنا قال هون ما نزل بي أنه بعينك يا رب هذا النازل بي لو ما بعينك ما حد يتحمله يعني إنسان يموت بس لأنه بعينك ولأجلك أنا هان عندي صابر عليه زين بلاء الحسين شنو كان ما أعرف ما أعرف لهذا ولغيره الذي نجح فيه إبراهيم قال له الحق تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نجح قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينعد الظالمين غير المعصومين أما المعصومون من ذريتك من خلال إسماعيل لهم الإمامة وجعلناهم أئمة يهدون الحسين وآل الحسين والد الحسين أخو الحسين أولاد الحسين وجعلناهم أئمة يهدون هذا درس ثاني تسليم إبراهيم لله تعالى نستفيد أقول النماذج ذكرها القرآن نماذج مهمة وبيها دروس وعظات وعبر كثيرة يكون نتعلم منها أنا وياك كثيرة أذكر لكم شيء ثالث بإبراهيم حتى أنتقل الآخر يو تعبتوا قلوا لي إذا تعبتوا فهذا أنا أبدي بالنعي وأخلص بعد تعبتوا يو لا ما تعبتوا زين درس ثالث بإبراهيم واكتفي به أنتقل المصداق ثاني حتى أوصل لسيدة زينب عليه السلام إبراهيم الخليل القرآن ذكر كرمه إبراهيم القرآن الكريم ذكر شنو كرمه إبراهيم كان يرحب بالضيف يستقبل الضيف يحترم الضيف يكرم الضيف إبراهيم مضياف كريم أبو كرم إبراهيم
والقرآن تكلم عن ذلك. ولما تكلم القرآن عن ذلك يعني هذا درس إلي وإلك. لا تصير بخيل، لا تصير بخيل، صير كريم، اكرم الناس. يجيك جوعان محتاج مريض وتقدر تكرمه كرمه، لا تقول لا. إبراهيم جو خطار، القرآن تكلم عن ذلك يوم ما تكلم. شنو سوى للخطار؟ عجل، راح شوال كريم مضياف أبو ديوان. أئمتنا عليهم السلام قالوا الله اتخذ إبراهيم خليل الأربع أمور. أنا قاري كنت قاري ثلاث أمور، بعدين لقيت رواية رابعة أربعة، شهد الله أربع روايات لقيت. تحبون تسمعوهم؟ الأمر الأول، إبراهيم كان يفشي السلام، يعني من يمشي بالشارع ويشوف واحد إبراهيم يسلم عليه، يعني يبتدئه بالسلام، ما ينتظره هو يسلم، لا هو إبراهيم يسلم. رب العالمين قال له أنا أحب هاي الخصلة بيك، أنت خليلي. هاي واحد. اثنين، إبراهيم كان يقوم لله والناس نيام، يعني لما يخلو كل حبيب بحبيبه إبراهيم يخلو بربه، يقوم بين يدي الله يناجي ربه. الله قال له إبراهيم أنت خليلي. هاي اثنين. ثلاث، إبراهيم كان يطعم الطعام، رب العالمين حبي هاي الخصلة، قال له ما دام توكل عبادي وتكرمهم أنت خليلي. ما أدري هو المطعم الحقيقي، من المطعم الحقيقي؟ الله المطعم الحقيقي. والله والله أكو حكي حلو، أكو حكي حلو، جيب وقت وخلق من المستمعين ونسولف. إبراهيم هو نفسه قال عن الله أنه المطعم، يطعمني ويسقين. هو إبراهيم يقول الله يطعمني الله يسقين، كله من الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، سورة الملك، يأتيكم بماء معين. الله تعالى من الجنة، والله الله الساقي، الله المطعم، يطعمني ويسقين. أكو نظام أسباب ومسببات إبراهيم يمثل كرم الله تعالى بهالمعنى. طبعا هذا إبراهيم، محمد أكرم من إبراهيم. وهكذا نفسه أمير المؤمنين، اللي ينطي زكاة وهو شنو؟ هو راكع، وينطي فطورة وهو تشايف على النبي طالب جنو، يطل فطور وهو صائم، وينطي الزكاة وهو شنو؟ قائم. هذا بعد علي بن أبي طالب، يعطي إفطاره وهو صائم، ويعطي الزكاة وهو قائم، يعني أقصد بالقائم يصلي وهم راكعون، يعني يصلي. باوع لي شلون الكرم. باب الشيء بالشيء يذكر. أنا قاري رواية، واحد دخل على الإمام الرضا عليه السلام قال له يا ابن رسول الله اعطني على قدر مروتك. يقول الإمام الرضا قال لا يسعني ذلك، ما أقدر على قد مروتي، ما أقدر. ليش ما تقدر؟ قال لك ونعطيك الأول، يعني الأرض كلها كنعطيك إياها، بس مروتي يا كرم. عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة عادتكم الإحسان. أنا قارب كتب التاريخ، كافر كان يقاتل علي بن أبي طالب بالمعركة، قال يا ابن أبي طالب، قال نعم، قال له هبني سيفك، الإمام علي الطاهية، قال له وصل بك الكرم أن تعطي سيفك لخصمك وهو يقاتلك. الإمام علي قال له الكريم من يطلبون منه شيء ما يرد، أنا كريم، أنت طلبت سيفي هاك سيفي. قال له هذه أخلاق أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه سجايا أهل الحق، وأنتوا أهل الحق. المؤمن كنت يصير كريم، ما يبخل على
زوجته على أولاده، ما أقول يصير متهور، لا مو هذا المقصود، ما أقول يصير مسرف، لا لا مو هذا المقصود، ولكن بنفس الوقت لا يصير بخيل. شلون القرآن الكريم يقول إذا ساعدوني بالآية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا بخل، ولا تبسطها كل البعض، هذا إسراف. لا تشلعج لا تشلعج. فقال الإمام الرضا قال أعطني على قدر مروتك، قال لا يسعني ذلك، أعطيك الأرض كلها مروتك كلها. قال له إذن أعطني على قدر مروتي. قال له يا غلام اعطه 100 دينار، طبعا 100 دينار ذهبي، يعني 100 دينار يعني 100 دينار. قال له يا ابن رسول الله، قال له نعم، قال له أنا محتاج 100 دينار، لا 99 لا 101. قال له أنت قلت له على قد مروتك، مروتك هاك، أما مروتي ما أقدر، مروتي ما أقدر. المؤمن يكون يصير كريم يصير بخيل. شاعر يقول أتيت عمرا سحرا، أتيت عمرا سحرا سحرا فقال إني صائم، سحرا فقال إني وينك سحرا صائم، فقال إني صائم، فقلت إني قاعد فقال إني قائم، فقلت آتيك غدا فقال صومي دائم. هذا يطلع من نشي شو يطلع منه؟ الكرم حلو، الكرم حلو. إبراهيم لكرمه رب العالمين قال أنت خليلي، ما دام تطعم الطعام على حبي أنت خليلي، تطعم الطعام لعبادي أنت خليلي. الإسلام قيم، حضارة الإسلام، جمال الإسلام، قيم الإسلام. إبراهيم كان عنده غرفة ديوان يفرشوا له بيه الغداء والعشاء وما يأكل وحده، يفتح ديوانه، هل موجود؟ هل موجود؟ الغريب، ابن السبيل يعني المسافر، المريض، المجنون، الما عنده واحد، كلهم يجون يأكلون بسفرته ويا يأكلون. رب العالمين قال لأني هذا أحبه، أنت خليلي. هاي ايش قصار؟ ثلاثة. لقيت رواية وموجودة في مصادرنا الأساسية أنه إبراهيم صار خليل الرحمن لأنه يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. وعلى ذلك رواية، أنا مسؤول عن كلامي تقدر تحاسبني، رواية واردة عن المعصومين عليهم السلام أنه كان يصلي على النبي وآله كثيرا، رب العالمين قال لصلاتك على سيد الخلق وآله أنت خليلي. هسه صار اثنين خو، خلي تكون الثالثة، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. هذا درس ثالث القرآن ذكر عن كرم إبراهيم نقدر نستفيد منه أنا وياك بإكرام عباد الله، إكرام المؤمنين، إكرام الناس. أقولكم شيء بهذا الجانب أخير أخير. واحد دخل على إمامنا الهادي عليه السلام، دخل على إمامنا العاشر، وإمامنا العاشر هو علي الهادي، روحي له الفداء. دخل على إمامنا الهادي وكان محتاج، تدرون إيش قد أنطى الإمام؟ أعطاه الإمام 30,000 دينار، بحيث صاحب مناقب آل أبي طالب وهو ابن شهراشوب رحمة الله عليه يقول هذا العطاء غير معروف عند العرب وعند الناس في ذلك الوقت، لا ملك منطي ولا غير ملك، أن يجي محتاج إليك تعطيه 30,000 دينار، هذا ما صاير بالتاريخ، ما مكتوب، بس علي الهادي سواه.
شال 30,000 دينار الطا. يعني هو كان لعله جاي رايد لفت 10 دنانير 15 دينار 20 دينار، وإذا بي يستلم 30,000 دينار. هتش أكرم الإمام الهادي عليه السلام: عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم. المؤمن كن يصير كريم، لا يبخل، خصوصا العنده لا يبخل. شاب يريد يتزوج، شارك لا تخاف. مريض عملية، شارك لا تخاف، شارك لا تخاف، الله يعوض، لا تخاف. الشيطان يعدكم الفقر، الله يقول، يقول لك تبطي فلوسك تصير فقير، الله يقول هذا شغل إبليس، الله يقول هذا إبليس، هذا قال لك بهاي الحكاية إبليس، إذا تريد حكايتي أنا أضاعف لك حكاية إبليس، يقول لك تصير فقير تعب كيفك. الشيطان يعدكم الفقر، الله يقول لا تكرم، لا تنطي، لا توزع، لا تساعد، هذا حكي إبليس، الله يقول هذا حكي إبليس. أنا أقول لك أعطي وأنا عوضك، هذا وعدي وانت بكيفك. مؤمن يكون يصير كريم، كريم. هسه البارحة قلت حكاية واليوم هم مردعيتها، قلت بعض الشباب يعترضون علي: يا شيخنا قليل تذكرون الإمام الحسن. فالبارحة قلت أرد أذكر الحسن، ذكرته، اليوم هم أرد أذكر الحسن المجتبى سلام الله عليه، حتى نكثر ذكر الإمام الحسن على المنبر. الإمام الحسن مرة كان ماشي بشارع، شاف فقراء قاعدين بالطريق خالي لهم كسرة مع الخبز يقسموها بيناتهم، يا ذلولا تفضل يا ابن رسول الله أكلوا ويانا. الإمام قال لهم: أنا ما أقدر أكل وياكم، لأن هاي فلوسكم مال شنو؟ هذا الرغيف أنتم مشتريه مال منين؟ مال صدقات، وإحنا أهل بيت محرمة علينا الصدقة، ما أقدر أكل وياكم، ولكن راح أنزل من دابتي وأقعد وياكم حتى ما تقولون الحسن ما احترمنا، ما لبى دعوتنا. شوف الخلق، شوف الخلق. قالوا: أنا راح أقعد وياكم احتراما لطلبكم، بس ما أقدر آكل، لأن يعني هاي صدقات. قعد يمهم الإمام، أكلوا، قالوا: كملتوا؟ قالوا: لا كملنا. قالوا: تعالوا يا للبيت، أنا لبيت دعوتكم، قلتوا لي انزل، انزلت وقعدت وياكم إلى أن كملتوا، الآن أنا أدعوكم إلى داري. أخذهم فأكرمهم، بل أغرقهم كريم آل البيت عليه السلام. المؤمن يكون يصير كريم مو بخيل، هذا درس. لما القرآن يتكلم عن ضيافة إبراهيم وضيوف إبراهيم وكرم إبراهيم عليه السلام، وهناك جوانب أخرى كثيرة في إبراهيم لا يسع المجال لذكرها، لا يسع المجال لذكرها. زين، ما يخالف 3 دقائق بعد أسولف، 3 دقائق 4 حتى نروح للمصيبة إن شاء الله تعالى، 3 دقائق. زين، بعد من النماذج اللي ذكرها القرآن الكريم في مجال القدوة والاقتداء، طبعا القدوة الحسنة والاقتداء بها، من النماذج الحسنة اللي ذكرها القرآن الكريم زوجة فرعون. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمل ونجني من القوم الظالمين، كما يعبر القرآن الكريم. القرآن ذكرها مثل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، مو للاتي آمنا النساء، للذين آمنوا برجالهم ونسائهم. يقول آسيا قدوة، بشنو نستفيد من آسيا بتمزاحم؟ بشنو يا رب؟ على سبيل المثال قوة الشخصية، شنو قوة الشخصية؟ آسيا كانت قوية الشخصية، وكان عندها بصيرة ومعرفة، بحيث لما شافت أكثرية الناس تمشي بالباطل أكثرية الناس غشتها، يولا ما غشتها، هاي ما يعبر عنه الآن بالعقل الجمعي، ما غشها بالدراسات الحديثة الآن يعبر عنه بالعقل الجمعي،
هذا اللي الآن غاش أكثر الناس، لما بعضنا لما يشوف الناس ماشي أكثر بهذا الاتجاه هو هم شنو؟ بابا خب شلون اسأل شنو منو ليش شلون؟ لا مو الناس مشوا أنا أمكوا وش اللي غربت بالناس؟ وكنا نخوض مع الخائضين، القرآن يعبر وكنا نخوض مش أتباع كل ناعق علي يقول يميلون مع كل ريح. ما يصير الآن يعبروا عقل الجمعي، يعبرون عنا سياسة القطيع، هاي القطيع أجلكم الله الحيوانات، لما واحد يمشي لقدام البقية كله شنو يمشي وراء، حتى إذا يروح الجهنم إنهم يطبون وراء. أكو بعض الناس الشكل هاي، طبعا النبي بيّن خطرها من البداية، يا أبا ذر لو سلك الناس كلهم، شوفوا كلهم واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي واترك الناس. هاي من النبي، من البداية النبي صلى الله عليه وآله بيّن خطرها. علي مع الحق والحق مع علي، والحق ما يعرف بالرجال، فالرجال إذا مشوا منا وهم على غلط أنت مش برا علي بن أبي طالب وهو على حق وما لك شغل بيهم. شيخ الناس كلها تأخذ رشوة، تكون ما تأخذ نقطة رأس صدر، شون ما غش هذا السوق تقول لا يغش، أنت نكون ما تغش نقطة رأس صدر. إذا أنت مؤمن حقيقي شيخ شلون ما تشذب الناس كلها بعد كذا، أنت نكون ما تشذب نقطة رأس صدر، لا تغش روحك ولا تغش من نفسك، هاي كل أعذار مال إبليس هذا، تقول ما تغش مش لك ربط بالناس مش عليك بالناس. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله يقول طلع أعذار منا ومنا حتى يسوي اللي يريده، ولو ألقى يدري بنفسه وعلى غلط، يدري بنفسه داخله يدري وعلى غلط، هاي الأعذار يقشمر حتى روحه ما يقشمرها بيها. المؤمن الحقيقي خاف على دينه وما يسويش نقطة رأس سطر. آسيا شان تقول أنا العايشة بيناتهم كلهم مزينين، أنا ممكن أصير مزينة. لا ما قالت آسيا هيك، قالت نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ايش قالت؟ قالت ذولا كلهم باطل خلصني منهم يا رب، مو هم كلهم باطل انا مصير مثلهم. لا هذا المؤمن الحقيقي، ولهذا ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. المؤمن الحقيقي ايش يشتغل؟ مؤمن نصردان، هذا بحث اخر، بحث اخر. الله يجعلنا وإياكم من اللي يستمعون القول فيتبعون أحسنه بالنبي وآله. أتمنى هذا الكلام يأخذ مفعولة على أرض الواقع، أتمنى أتمنى أتمنى. آسيا درس ثاني، تبرأت من الباطل وأهله. المؤمن كون نفس الشيء، ضرب الله مثلا الذين آمنوا كون يتبرأ من الباطل وأهل الباطل، يتبرأ وما يشاركهم باطلهم وظلمهم، ما يشاركهم. المؤمن كون يحافظ على نفسه دينه، ما يتورط بمال حرام دم حرام عرض حرام، ما يتورط وما يشارك الظلمة بذلك، ما يشارك ولا يقف وياهم ولا يأيدهم ولا يهوسلهم ولا يمدحهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم. تعال شلون حكاية بالله، هاي آخر شيء أقولها بدقيقة وروح المصيبة، هاي آخر شيء. القرآن يقول الركول للظالم يخليك تحترق بالنار، زين نفس الظالم شنو؟ انت مو اذا تظلم، اذا تأيد الظالم
توقفوا وياه. الله يقول تمسكم النار. زين إذا صير ظالم مثله شي يصير؟ الركون للظالم نار. الإنسان يصير ظالم شنو؟ أكو بعد دروس أخرى أتركها إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. سؤال قبل أروح نصيبة، ضوجتكم؟ ها؟ تعبتكم؟ أرجو من الله أن يحفظكم ويديمكم على ولاية أمير المؤمنين وعلى حب الحسين وخدمة الحسين والبكاء على الحسين والتفاعل مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحرمنا هاي الجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. جنة الحسين، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الحسين، هذا حسين. إن لولدي الحسين حرارة، النبي يقول في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. كل مؤمنك بقلبه حرارة على الحسين، هاي الحرارة النبي يقول ما تبرد. وإذا بردت، أعوذ بالله، نستجير بالله، أعوذ بالله، إذا بردت هاي الحرارة في قلب مؤمن في يوم من الأيام عليه أن يعيد حساباته بسرعة ويرجع إلى الله ويتوب. معناه أكو مشكلة، أكو ناقوس خطر. هاي الحرارة كون في كل قلب مؤمن للحسين، ما تطفى هاي الحرارة ولا تبرد هاي الحرارة أبدا. إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. أسألك بالله، مو وردة بتشيك، لا تبكي، مش ضارني يعني. كيف تبكي؟ ما تبكي بكيفك، مو يمي، بس للواقع أسأل هذا السؤال، للواقع أسألك بالله. المؤمن بقلبه حرارة للحسين، المؤمن العادي أكو حرارة بقلبه للحسين. زينب لما شافت الحسين يوم العاشر بتلك الحالة شنو صار بقلبه؟ بصدق أسأل هذا السؤال يعني، وأتمنى أعرف إجابته. المؤمن العادي أكو بقلبه حرارة على الحسين، وبعد قتل الحسين بأكثر من 1000 سنة يوم العاشر تشوف المؤمن بركان يريد ينفجر على مصاب الحسين، ويسمع مقتل عبد الزهراء الكعبي ودموعه تجري، ولليل هو بركان، لليل هو يبكي. هذا المؤمن العادي بعد 1000 سنة. زينب يوم العاشر لما رأت الحسين بهالحالة شنو صار بيها؟ أنا أسأل هذا السؤال وأترك الجواب إليك. يعني شنو صار بقلبها زينب لما شافت بهالحالة؟ طلعت من الخيام، والخيام ورانا، المخيم ورانا، وانتو بكربلة وتعرفون الأماكن، طلعت منا شايطة تركض تصيح يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرايا. مسلوب العمامة والرداء وبناتك زبايا، وإلى الله المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء. يا جدي يا جدي يا جدي، ما انت كنت تقبل ايديه، انا شايفتك تبوسيده للحسين. يا جدي ما انت كنت تقبل ايديه، تعال الكربلة وشوف ايش جرى علي. فرصة أنت بحرم الحسين، فرصة يوم جمعة يوم إمام زماننا، اليوم أعمالنا تعرض على إمامنا المهدي، يوم الجمعة تعرض أعمالنا، خل تختم بتعزي على الحسين ودمعة على الحسين. يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، إن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. يا جدي ما أنت كنت تقبل إيدي، تعالي الكربلة وشوف إيش جرى علي. يا بجر علي يعالج وحده ويفحص برجلي بعد. يا جدي ما انت كنت مدلل دوم، تالي بكربلة سلبوه الهدوم، ظل فوق الذرى ينزف بالدموع. يوم
البيت المعروف المشهور الكلكم حافظي إش قد حلو إذا تقروا يا يم الحسين ويسمع أبو عبد الله يا جدي مات محد وقف دونه فدول هالأصوات الحلوة حرم الحسين هنا أنا هذا المكان كله صيحات زينب والعلويات هذا المكان كله صيحات الحسين وألم الحسين هنا الحسين صاح على الدنيا بعدك العفا ولدي علي هنا الحسين صاح يعز على عمك الحسين للقاسم أن يراك بهذه الحالة هنا الحسين صاح هون ما نزل بي عنه بعين الله هنا 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 الحسين ركض لأخيه قمر العشيرة وهو ينادي الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي كل هنا يا بي جدي مات ما حد وقف أريد أعلى الجوال أعلى يا جدي مات ما حد وقف دون ولا نغار غمض لعيونه يعني ماكو واحد عنده غيرة على الحسين زينب هم هنا صاحت دخل أقول لك زينب شو هنا قال زينب هنا هم وقفت وصاحت صاحت أما فيكم مسلم يرحم هذا الغريب أما فيكم مسلم يرحم هذا الغريب دعيده وياي البيت يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه يعالج وحده منخطف لونه يا بقى انا رايحة والنوق ضلع قلت للحسين الله مروها عليه منها وقلت له يوم 11 محرم قلت له اخويا انا رايحة والنوق ضلع وياه اللي يفزع لي من فزعة ماكو ماكو انشالت الغيرة والحمية والمروة ماكو ويا انا رايحة والنوق ضلع وياه اللي يفزع لي من فزعة يا بو عفت اخوتي على القاع صرعة صرعة بحر الشمس 10 و7 اسمع يا بحر الشمس 10 و7 بين الذي مسلوب درعة وبعد بين الذي مسلوب درعة وبين الذي مكسور ضلعة حسين يا بو بين الذي مكسور ضلعة وبين الذي مقطوع صبعه